شفيك، أنا أقول لكم إيش فيني. يعني السعودية قلت لهم شوية مناهيل سكوها، ثاني يوم سكوها. بقول حق بعض المسؤولين، أنتوا ما عندكم ضمير؟ ما يعني البعض من داخله ما يحتر؟ ما بيتشعب في هذا الموضوع؟ شوفوا المصيبة، والله ثم والله من هالمكان عرضت أكثر من مرة عن سرقة الخيران، مباني الحكومية في الخيران. قلت يا حكومة، سمو الرئيس، سمو نواب الرئيس، رئيس وزير الإسكان، وزير البلدية، وزير الأشغال، أي مسؤول بنقال الحكومة، المباني تنباق في الخيران، المباني الحكومية. يا جماعة، أحد يتكلم من هالحكومة الطيبة، رئيسها، نوابها، فراشين مجلس الوزراء، أي واحد؟ ماكو أحد. اليوم أمس ما أدري، قلت تواصلوا معاي سكان مدينة الخير، قالوا يا أبو أحمد المباني ندري المباني مبيوت، ويا معرضنا عندنا حكومة لا ترى لا تسمع لا تتكلم في بعض الأحيان، وعندنا نواب يمشون على حسب المعزب، شو يقول لهم المعزب يسوون. قلنا لهم المباني في الخيران ولا حد تحرك، إذن حطوا حراسة انباقت، بس خلونا نحافظ على، ما حد تكلم. اليوم بدوا سكان مدينة الخيران يسكنون، الحج يا ابو احمد المباني مبيوقه، من زمان مبيوقه، على اساس ان لازم اصلاحها نزلها مناقصه، واذا بتنزلها مناقصه ادفع ملايين. زي الملايين الحين اخونا انس الصالح الله يطول بعمره ويخلي لنا وزير الخزنه الكويتيه قاعد يدور هني دينار يوفر او شغله مني. اذا ما هي المباني مباقت اللي هناك بيدفعون ملايين، انتوا الحين توفرون مني ومبطلينها مني نتيجة الفساد الإداري، مشكلة تعيين طنابير الطين لبعض المسؤولين، معايزنا اختاروا ما يختارون، يختارون للوراء در. للمرة المليون أقول لبعض مسؤولين الحكومة، والتكرار يعلم الشطار. التكرار يعلم منه؟ أقول لا، خلنا على الشطار أحسن. انباقت أنا لو حاط هالتقرير بالإمارات ولا بالسعودية أقول لهم مدارسكم انباقت، كان الحكومة كلهم راحوا، الصاير ومن المسؤول حاسبوه، بس للأسف ما حد يحاسب. كأن فلوس هذه الدولة حلال إنها تنباق، والله حلال، بوق حلال 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 حلال، خلنا نستفيد، خلنا نحلب. يباش ما أخذ أنا من الشرف والأمانة، الحرامي محترم، الباشا الحرامي محترم، البيك باشا لازم يحترم لأنه حرامي، حرامي ذكي. زين انباقت الحين المباني، شو بتسوون؟ ما اشتبنا نسوي. زين بنحاسب المسؤول؟ لك شو تبقى؟ ما عندي إلا تحلطم وأحط لكم التقرير. شوفوا الغث اللي رحنا صورناه بهالمدارس للمرة المليون، التكرار يعلم. شوفوا التقرير. يعطيك العافية أبو أحمد، هذا إحنا ردينا منطقة الخرام مرة ثانية، هم كابلات الكهرباء أبو أحمد ساحبينها. شوفوا هذه مدارس الخيران يا أبو أحمد، هذه هي مدارسها. كابلات كهرباء ساحبينها من هرجها أبو أحمد. هذا دمار شامل بحنا، دمار شامل. أنا هني بأحمد داخل مسجد مبطل، شغال المسجد بس لا حارس لا عمات عين لا شيء موجود هني، لا أحد. الدش وتطلع على كيفك.
أنا هذا المبنى أبو أحمد كنا المخفر الثاني اللي أم المستوصف، هم نفس الشيء كله مكسر. هذا أبو أحمد أحد المحولات اللي بالمنطقة هني طالع مبطل، يعني يقول لك تعال شيلني كله ما تخلي فيه شيء هني. هذا ما يندرى شنو أبو أحمد، هو مستوصف وهو المخفر ما يندرى شنو. شنو المستوصف هذا؟ ايه مستوصف. هذه بعد أبو أحمد مدرسة، هذه حضانة هني، روضة وحضانة هني. طالعوا الباب شلون، هذا مدخلها الرئيسي. أثر تواير هني، تواير سيائر، يدشون داخل يحملون يطلعون يأخذون كل شيء ويمشون. وأثر تواير جديدة يعني مو قديمة. قعدنا ويا أحد الإخوان هني من سكان المنطقة توا ساكن، قاعدين يبكون والله يا أبو أحمد، حاطين سقالة هني يفتشون على راحتهم، ماكو أحد يقول لهم شو تسوون. هذه أبواب مفتشة. أم هذا أبو أحمد أحد مباني الحكومية اللي بالموجودة بمنطقة الخيرات، اللي مكسر نفس اللي قبله واللي قبله يا أبو أحمد. كل الأبواب حاولين يكسرونها وطلق عليها. طبعا هذا كيف يدروا يكسرونه. طالعوا أنا أسأل بس، من مسؤوليته؟ من مسؤوليته عن سرقة الخيران، مباني حكومية دفعت الدولة فيها الملايين لإنشائها؟ هل هي مسؤولية وزير الإسكان؟ وزير الأشغال؟ من مسؤوليته؟ من يتحمل هذه السرقة وهذه وهذا الهدر؟ كل اللي يكلف عقد حراسة لهذه المباني. الدولة دفعت ملايين، الحكومة دفعت ملايين، لكن نتيجة الفساد الإداري تسبب بهذه الكارثة، واللي حتضطر هذه الجهات بأنها تنزلها مناقصة لأعمال الصيانة. وقف سيارتك وبوق اللي تبيه. ليش؟ مو حرام؟ فلوس حرام هذه؟ قولوا لي فلوس حرام؟ الدولة تدفع ملايين ونتيجة تكاسل مسؤول غير مكترث عنده مصالح يترك هذه المباني دون حراسة تسرق ولا يحاسب. لو كان يدري هذا المسؤول إنه سوف يحاسب لحافظ على قسمه وحافظ على أملاك الدولة وأموال الشعب. نواب الأمة يقسمون بالله أنهم يحافظون على أموال الشعب، وللأسف في بعض الأحيان يسمحون لسرقة أموال الشعب. أبي نائب اليوم يتكلم عن سرقة الخيران وبانية، ما حد راح يتكلم. ميت الضمير، ميت، لأن صارت المصلحة والمادة أهم من الوطن والشرف والأرض.